سلام البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، انا هنا غندير واحد الكيك على شكل كاطو. غادي ندير فوق منه الشكلاط ويمشي حاجه بيسفي كيك عادي، غير هو غادي نديرو ما يكونش طالع بزاف، غيكون غير المهم واحد 5 سنتيمترات ولا 6 باش يجيني بحال الكاطو. هنايا انا عندي كنهضر وكنخدم اون ميم طون لحقاش ما عنديش الوقت. هنايا انا غربلت الطحين مع الخميره، فوالا هنايا عندي واحد الفانيا، عندي فاني هذا ليكيب، عندي شويه الملحه، عندي الزيت، عندي جوج بيضات، عندي الحليب. صافي ندوزو على بركه الله. جايه عندي واحد صاحبتي غدوز معايا مهم العشيه، وما ما كانتش علماني من قبل. انا دزت طيب الغداء فيت فيت درتو كيطيب ديجا، وقلت ندير واحد الكيك باش نشربو القهوة في العشية. ومع جات المناسبة ديال السابالونتان قلت غادي نديرو على شكل كاطو. نسيت السكر البنات، مش مشكل، غادي نخليه هكا. انا قلت باش ما نضيعش الوقت. مهم البنات، انا هشاركت معكم غير هكا فكره، زعما الا كان جاي عندكم شي حد هكا على غفله ما تستريسوا، ما تخرجوا، ما تقداو، قديو داكشي اللي عندكم. انا داكشي اللي قديت. غادي نخوي القياس ونرجع معك. صافي البنات، انا درت القياس ديال السكر، درت جوج البيضات ودرت الفاني. انا كما كندير الطراب الكهربائي كنخلط غير هكا، هذا راه زعما كيطلع الكيك. صافي الفكره اللي بغيت نوصل لكم البنات، الكيك راني فايته دايرها معكم غير هكا، زعما الا جا عندكم شي حد على غفله ما تستريساوش، تقديو داكشي اللي عندكم. انا الصراحه فاش صونات لي قالت لي راني غادي نجي، انا ديريكتومون درت سميتو الغدا يطيب بعدا هو اللي كيشد الوقت، وعاد جيت ندير الكيك. صافي باش هكا نربح الوقت. المهم نسيت راه هو درت القياس، انا كاع ما كنعبر، غنزيد شويه الفاني، درت فاني الساشي ديال الفاني، نزيد شويه هذا راه مشهد. صافي هنايا ملي خلطت البيض مزيان مع السكر حتى ذاب، غادي نزيد الحليب. صافي هنا نخلط حتى الطحين مع الخميرة، نبدا نزيد في الطحين بشوية بشوية.
صافي ما ندير ما درتش الطحين بزاف لحقاش غادي نزيد الكاكاو وغادي تزيد الثقال القياس. صافي البنات هنايا انا درت زيت الكاكاو القياس اللي غادي يقدني مهم غادي نخليها هكا في الجنب تخمر وغادي ندوز ندهن اللاطه اللي غادي ندير فيهم بشويه د الزبده. صافي غندير هادي البنات وغادي ندير هادي وغندير هاد القليبات هادو حقاش اليوم راه سافالونتان حتى حنا نفرحو بريوسنا علاش لا. هادي بنتي غندير ليها غندير لها الكلاصاج بالفخاز وهادو غادي نديرهم نص فخاز وغندير نص شوكولا. هادو على شكل قليب هادو صافي البنات هنايا خليت سميتو الكيكه خمرات شويه غير الوقت اللي دهنت انا البطاط ماشي بزاف وهنا رجعت غادي نخوي فيها هاد الشكلاط الشكلاط حبيبات البنات هادو ما ديروهمش من الفوق من الاحسن ديريهم هكا مع العجينه وتخلطوا غير بشويه باش ما يهبطوش لحقاش الا درناهم غير من الفوق كيهبطوا حتى للتحت وكيتقلوا الكيكه ما كطلعش من الاحسن هكا. صافي هكا صافي غادي نجيب اللاطه ديالي وغادي نخوي فيها بشويه بشويه. صافي البنات هنايا باش تجيكم الكيكه مهويه خصكم تهزوا يديكم الفوق وتخويو انا ما غنعمرهاش حقيت ما بغيتش تجيني طالعه. صافي غير هكا غير قياس صافي ندوز نعمر هاد الصغيورين حتى هما. صافي هنايا انا درتهم في اللاطه ما بقى ليا غير ندخلهم للفران ونصايب الكلاصاج ان شاء الله انتما معايا. صافي هنا البنات جيت نستف الطاجين درت فيه الطاجين درت فيه غير البطيطه ضروري للدراري مع حتى هي عندها بنيته صاحبتي اللي هادشي في درت البطيطه درت شويه ديال الفول وهذا والبسباس صافي داكشي اللي عندي قديت به ما خرجتش قلت الا خرجت باش نتقدى غادي نضيع الوقت ونستقم طيبه لما غتوصل وانا مازال ما مطيباش اللهم نقدي داكشي اللي عندي. صافي هذه فكره كتبقى فكره مهم سميتو شي حد لاج عندك على غفله الصراحه بلا ما بلا ما الواحد يكلف على راسو يخرج يتقدى وداكشي راه حتى هكا انا هاد الحيمات كنت جابداهم باش ندير الغداء للدار زعما لوليداتي عادي وني صونات ليا المراه قالت لي راه ما نجي الصراحه ما زدت والو داكشي اللي كنا غنتغداو به تقبل علينا ان شاء الله تقبل عليا وصافي. ونزيد
الجبانة من الفوق. وكيبقى غديوة صحية. صافي درت فوق منه شويه القزبر ومعدنوس، وغادي نزيد شويه البزار من الفوق وشويه الملح باش نبنوا الخضيره اللي الفوق. صافي نسد عليه نخليه يكمل طيابه. وهنا البنات، بالنسبه للبنات اللي صراحه ما كطيبش الطاجين هنايا في البوطه غير مره مره، اكثر هي كنطيبو في الفاخر. دابا راه مع البرد والثلج كاين في الجرده كاين الزلاق، قلت ما نخرجش نمشي نزلق. درتو هنايا وانا درت تحت منه، درت هاد الفراح البنات، هاد الفراح اللي كنطيبو فيه المخامر درتو من التحت باش ما يتشقق ليش الطاجين. المهم كتبقى فكره اللي بغي اللي عنده طاجين وما بغاش يهرسو. هنا هي البنات، انا راني الخضيره اللي بقات ليا والحيمات حيتكم كان شويه كثير درتو هنايا للوليدات. اللي عنده الوليدات اللهم يدير الحاجه بالزيت، وسي جامي يجيهم الجوع يبغيو يتغداو قبل ما تجي المراه نحط ليهم. صافي خليكم معايا البنات. صافي البنات، هنايا زدت ندير شلاضه تايد شلاضه، قديت بداكشي اللي عندي. عندي هنايا القوق، انا كانت عندي قوقه وحده قسمتها على جوج ودرت التسلقات بهاد العويدات ديالها. غادي نقطعهم وغادي نخلطهم هاد العويدات مع المايس ومع الفلفله. وهنايا عندي الباربا، انا قطعت رقيقه وزدت عليها شويه ديال البصله. وهنايا عندي هاد الجشو فهاد اللون هذا موف. وصافي غنقضي بداكشي اللي عندي، ما بغيتش نخرج نتقدم. صافي البنات، هنايا الطويجينة وطاب. غادي نزيد فيه شويه القزبر من الفوق. وشويه الزيت. شوية الزيتون. صافي نسد عليه نخليه واحد دقيقة صافي ونطفي عليه.
صافي البنات، هي الغديوه ديالنا وجدات. مهم راني ما زعما ما خرجت، ما تقديت، ما والو، درت غير داكشي اللي عندي في الدار. مهم هنايا كانت عندي عرقوقه وحده، قطعتها على جوج وسلقتها صافي، ودرت فوق منها شويه المايس. المايس درت معاه شويه ديال الفلفله وشويه ديال الزيتون صافي. وهنايا هذا الشو حتى هو درت له السميت وشويه المايونيز وشويه العطريه. وهنا درت مطيشات، مطيشه سفريز، ودرت فوق من هذوك العويدات ديال القوق حتى هما سلقتهم صافي. هنايا الباربه انا درت معاها شويه البصله ودرت لها العطريه وحطيتها. وهنايا درت الروز مع شويه ديال الطون وشويه ديال المايز من التحت، ودرت فوق منه هذا لوشو صافي. هذه الطبيله ديالنا فالو. الطاجين ها هو راه طاب، جا كيحمق، ريحتو كتشهي، فيه البسباس، مع ديك ريحه البسباس كطلق كتشهي. الطاجين فيه البطاطا، البسباس، الفول، الجلبانه والحيمات من التحت، ويجعل البركه صافي. كيبقى غدا ساهل ماهل ديال على غفله، تستاهل الصراحه، تستاهل كتر. ما كانتش علماني، كون علماتني ندير لها شي حاجه كتر، مثل صافي الحمد لله حتى هذا غدا. المهم هو الواحد راه اللي جا عندك راه كيبغيك. المهم هو الواحد المهم هو الواحد يمشي عند واحد، وماشي المهم شنو نحطو، اللي كانت راه حنا كنقضيو بها. داكشي اللي خص الواحد يدير بلا ما يكلف على راسو. انا الصراحه ما خرجت، ما تقديتش، حيت الا خرجت وتقديت غادي نضيع الوقت، ما غاديش نطيب. الوغ قلت نقضي بداكشي اللي عندي صافي. انا دابا وجدت طبيله، المراه راه مازال جايه في الطريق، قالت لي راهي قريبه توصل، قلت نصور علينا ما تجي صافي. والكيك راني طيبته وخليته مازال في الفران، مازال ما ديكوريتوش، غادي ندير له الشوكولاط وغندير الكلاصاج من الفوق حتى من بعد ان شاء الله ونشارك معكم. قلت بعدا نوجد الغداء، بعدا هو الاول ديال المراه تلقاه موجود، لحقاش رجوج هادي صافي. البنات خليكم معايا نتغداو ان شاء الله، وندوزو نشارك معكم الكوتي اللي غنديرو. صافي ورجعت معاكم البنات. هنايا راني درت سميتو الكلاصاج الكيكات الصغار، عطيتهم للدراري ياكلوهم. هنايا درت الشكلاط في الكيكه، خليتها تبرد شويه صافي. ودابا غنمشي نوجد الطبله. صافي البنات، هنايا الشكلاط راه نشف. هنا يجي درت غير شويه ديال السكر هكا من الجناب، ندير واحد الرشه هكا من الفوق صافي. هاهي كيفاش جات، جات زوينه الصراحه. وح صاحبتي حتى هي راها جابت، تبارك الله، جابت الكاطو حتى هي معاها. صافي البنات، ها هي الكيكه كيفاش جات، جات بحال شي كاطو ديال باتيسري صراحه، جات زوينه. Thank you.
صافي البنات، ها هي الطويله ديالنا كيفاش جات. وهنايا حنا درنا بعضياتنا الكادويات، ها هي جات لي الكادو. عندي شي حاجه ما عرفتش شنو هي، غاز مهم، شي حاجه ديال غاز ما عرفتش شنو هي. وهذه ما عرفتش هي شنو هي، جبتي. وهادو انا اللي جبتهم، انا جبت لبنتي وجبت ليها هي وجبت لبنتها. هذا ديال ديالها، هذا ديال بنتي وقيلا، لا ديال بنتها، هذا ديال بنتي معلمه، هذا ديال بنتي. وهذا حتى تهبط راهي مشات تنعس بنيتها، حتى تهبط ونحلو الكادويات ان شاء الله. نسمع حتى تهبط، راني مشات طبلة وكنتسنى فيها. تبغي تفوخ طون كادو؟ وي. هاني مبروك، أنا طون طاطا كي بيان تفوخيغ سي كادو عليك. C'est précis, hein. C'est un petit cœur blanc. Et là, c'est pour toi. Pour ça, c'est pour Tata et pour sa fille. Après. ورجعت معكم البنات، هنايا حلينا الكادوات. شوفوا المكانه، قولوا لي كيفاش جاتكم كالفين كلاين. الصراحه كتحمق زوينه، كيعجبني هذا الموديل، هذا عجبتني بزاف. شكرا لك حبيبه، نرجع لك في ساعه الخير. غزاله غزاله والصاك البنات، كي جاكم الصاك قولوا لي. صراحه كيحمق، عنده مع حنايا العيالات كان يعجبنا الجيب بزاف. عنده الجيب هنا، عنده واحد اخر هنا، وهنا يعاود عنده ثلاثه بلوس ديال التليفون. صراحه كيحمق، عنده سميطه، عنده سميطه النص ديالها حديد، النص جل. غزال 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 غزال، انتما البنات نقربو ليكم. اوف كيفاش جاكم؟ غزال عجبني بزاف والله، شكرا ليك بزاف. كيحمق، عرفتي شنو دارت البنات؟ صيفطات ليا التصاور ديال ثلاثة سيكان، وقالت ليا قالت ليا شوفي راني بغيت ناخذ الصاك وما عرفتش، قالت ليا ما عجبوني ثلاثة، قالت ليا وما عرفتش شنو ناخذ. قالت ليا قولي لي رأيك، قولي لي اللي شنو اللي عجبك. صيفطت لها عاود صيفطت لها التصاور، قلت لها انا عجبني هذا، هذا كيجي مع كل شيء، كيجي مع الجلالب، كيجي مع الكساوي، مع السراول، مع كل شيء. وهي راها باغيه ليا، داكشي علاش كتسول، راك مجرمه صراحه. ولكن راه كيحمق زوين بزاف، عجبني زوين زوين زوين. انا عندي السيكان ولكن ما عنديش هاد القياس هذا، هكا ما كبير ما صغير، عندي صغيرين، عندي الكبار بزاف، ولكن هاد القياس هذا ما عنديش.
حيت حنا القصيورات خصنا ساكير صغير صغير كبير سياكل منا. جاني هو هذاك مع اللبسه غزال 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 والله حشمتيني حشمتيني ملي جبتي ليا زعما هاد الساك هذا وهاد الماكينه. شكرا لك بزاف والله ما غدا لك ساعات الخير اختي. اجي تصوري اجي باني ما غتبانيش غتباني عيبالك نصك اجي جيسبر داكشي اللي جبت لك عجبك. تي عاد ريت عندي عالصوت ها انتما البنات انا راه كنوري الصاك ونعاود عجبني بزاف. والله شكرا بزاف عجبني بزاف حبيبه شكرا بوسه كبيره. شكرا لك اختي بزاف والله ولا هذا ما كاين البنات قطع الكاطو نسيت ما جبتش الموس وهذا راه ديال كهويان هذا جاب البطاطا نشوف شنو كاين واحد جوج ثلاثة ان بو شوكولا جو سي با سي شوكولا ولا كيك شوز دوت اوف اذا شوكولا بغيتي تشرشي لي كافي دي كير دي ميرسي تاتا ميرسي تاتا. هي ولا عصير هي وياك ها وين اللون ايضا شركي ولا البنات هذا ما كان في الفيديو ديال اليوم غادي نحبس الفيديو هنايا ان شاء الله هذا الفيديو يكون عجبكم نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد و بون فيتا تو الموند بسلامه على بروش ان شاء الله صحه على خير احنا مازال هنا سهرانين